أحسن الله إليكم. معنا اتصال محمد من أملج، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. شيخ أنا أبغى أسألك، أنا رمضان اللي السنة الماضية والسنة اللي قبلها أفطرت بدون عذر ولا قضيت الصوم. أما بالنسبة للقضاء فأنت أخطأت في تأخير القضاء، الواجب أن تقضي ما عليك قبل رمضان الجديد، وما دام حصل الأمر وأنك أخرته إلى ما بعد رمضان فإنه يلزمك أمران: أولا القضاء، وثانيا إطعام مسكين عن هذا اليوم الذي أخرته. وأما رمضان الذي لم يأتي بعده رمضان آخر فهذا تقضي اليوم الذي أفطرته مع التوبة إلى الله، لأنك تقول تبت من غير عذر، عليك أن تتوب إلى الله وتقضي هذا اليوم. نعم.